النشرة المحلية من قناة السابعة، أهلا بكم. تمكنت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية بسكرة من توقيف سيارة على متنها 3 أشخاص وحجز 560 قرص مهلوس ليتم تقديم المعنيون أمام العدالة، ويدخل ذلك في البرنامج المسطل لأمن ولاية بسكرة بتكثيف الخراجات اليومية ووضع حد للشبكات الإجرامية الخطيرة. تفاصيل أوفى مع شوقي الشنيني. بناء على معلومات وردت الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية، مفادها قيام سيارة بترويج حبوب مهلوسة بأحد الأحياء الشعبية، واستغلال المعلومة تم توقيف هذه السيارة وعلى متنها 3 أشخاص، وبتفتيش المحكم للسيارة عثر بداخلها على 560 قرص مهلوس من نوع ريفوترين كما يطلق عليها الحمراء، ليتم تحويل الموقوفين 3 والسيارة إلى مقر مصلحة لينجز لهم ملفات جزائية، وسيتم تقديمهم أمام العدالة اليوم.